من قادة الفصائل في الجيش الحر إلى قادة التشكيلات الإسلامية السلفية وغيرها، مروراً بالنصرة القاعدية والدولة الإسلامية، التقى ضيفنا بأغلبهم وكتب عن تجاربهم ليبين أسباب صعود الجهاد وظهوره في سوريا. ضيفنا لهذه الحلقة من برنامج بعيون غربية الباحث والأكاديمي الأمريكي تشارلز ليستر. أهلا بكم. إذن أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج بعيون غربية، وأرحب بضيفي الباحث والأكاديمي الأمريكي تشارلز ليستر الذي ينضم إلينا من واشنطن. مساء الخير تشارلز وأهلا بك، شكرا لقبولك هذه الدعوة. تشارلز، رغم أن الربيع العربي شمل عدة دول طبعا، ورغم ظهور حركات جهادية في اليمن وليبيا وسيناء على سبيل المثال، إلا أن سوريا ضمت أكبر مجموعة وأقوى مجموعة من الجهاديين. لماذا كان الجهاد سوريا كما هو عنوان كتابك؟ طبعاً هذا سؤال ممتاز، أشكرك على استضافتي، يسعدني ويشرفني أن أكون معك في هذا البرنامج. طبعاً هذا سؤال جيد جداً. أعتقد هناك عدد من الأمور التي حدثت في سوريا والتي أعطت أو قدمت حالة فريدة مكنت من هذا الموضوع أن يحدث لمجموعات أكثر تطرفاً أن تقوم بحشد قوى في طريقة لم نرها في أماكن أخرى. واحدة من المواضيع هو أن هنالك كان العنف الكبير الذي كان من قبل نظام الأسد والوحشية والملاحقات بالذات للمجتمع السني العربي، وهذا على نطاق لم يشهده العالم منذ عقود من العنف. قدم هذا الحافز الحقيقي الذي جعل هؤلاء المسلمين في كل أنحاء العالم ليقدموا نوع من أنواع الدعم والمساندة للمجتمع السوري ضمن هذا الاضطهاد. وكثير من هذا الدعم في البداية أتى بطرق متنوعة من خلال الدعم الإنساني، من بينها هناك تبرعات ضخمة كانت لمساعدة السوريين في عام 2011، ولكن أيضا بالطرف المظلم قدم هذا الكثير من الأماكن لمن أراد أن يحارب، وطبعا بطريقة فيها الكثير من التناقض. كل من أتى إلى سوريا للحرب أتى لكي يدافع عن السنة العرب ضد الاضطهاد في عام 2011، وقد قاموا بنفس الأمر الذي أتوا ليقوموا بمحاربته، ولم تظهر الأفكار الأكثر تطرفاً إلا في 2013 و14، وبدأت تظهر على السطح، وهذا ما استفادت منه داعش بشكل كبير أكثر من غيرها. نعم، لكن تشارلز أيضاً قد يتساءل المتابع الآن أن يعني الثورة بدأت من درعا والنظام مارس أسوأ أنواع العنف منذ اليوم الأول لانطلاقها في درعا، إن كان ضد الأطفال وإن كان ضد المتظاهرين وعائلاتهم، ومع ذلك لم تظهر هناك الحركات الجهادية بداية. لماذا؟ ما تفسيرك لذلك؟
أعتقد أن السوريين هم المكان الأفضل من يستطيع الحديث عن هذا الجواب، ولكن بعد عملي لسنوات على هذا الموضوع، السوريين عندما بدأوا بالتظاهر بشكل مسالم في 2011 قاموا بهذا لمقاومة الاضطهاد والمخابرات والفساد والنظام الذي بقي في الحكم لأكثر من 40 عاما. هذا كان وبشكل واضح الثورة المعتدلة الأساسية التي قامت بهذا من أجل أمور محلية، من أجل أجندة محلية، وكانت في البداية فقط الإصلاح، لم يكن حتى هنالك رغبة في إسقاط الأسد، وهذا أتى لاحقا. لكن طبعا السوريين بشكل كبير لم يريدوا أي شيء يتعلق بأي نوع من أنواع الثورات المتطرفة، كل ما أرادوه أن يصلوا إلى تغيير سياسي حقيقي ضمن البلد. وكان لسوء الحظ تماما أن الثورة السورية وكل النوايا والقضايا الجيدة التي هي ضمنها تم اختطافها من قبل المتطرفين الذين رأوا أن في سوريا مكون مثالي ليستفيدوا منه ولكي يخلقوا حركات جهادية والتي لم نرى مثلها ربما على الإطلاق في كل التاريخ. إذا تم اختطاف الثورة من قبل هذه المجموعات، وسأقول وحتى اليوم جزء من الثورة ما زال يحاول أن يبقى، ولكن تم اختطافه من نفس هذه المجموعات. نعم، طبعا ذكرت أن سلوك النظام العنيف والوحشي أودى أو كان أحد أسباب ظهور الجهادية وصعودها في سوريا، لكن ما هو الدور الذي لعبه أيضا النظام في هذا الملف وربما قبل الثورة أكثر من بعدها؟ نعم، هذا سؤال مهم أو نقطة مهمة. طبعا هي واحدة من القضايا التي أضاعها الكثير من المحللين والخبراء وصانعي السياسة في الغرب، والذين يؤطرون أن ما حدث في سوريا على أنه بدأ في 2011 ضمن إطار زمني قصير. لكن كتبت عن هذا في كثير من المرات، وهذا ليس سر. نظام الأسد كان قد عمل وبشكل وثيق مع وتناغم مع السابقين، المجموعات التي سبقت لداعش، وحيث أمريكا والتحالف الدولي قام باحتلال العراق المجاور نظام الأسد، وبسرعة قام بالاتصال بالمجاهدين من كل أنحاء العالم لكي يأتوا إلى الشرق الأوسط ويقاوموا الاحتلال الأمريكي. طبعا في ذاك الوقت لم يكن هناك سر، وهذا لا يعرفه كثير السوريين. كثير من السوريين انضم إلى هذه الحرب، الكثير منهم، ولكن هذا كان وقت مختلف. ولكن العلاقة التي كان قد أنشأها نظام الأسد مع داعش في عام 2003 وحتى 2010، هذه العلاقة استمرت، وهذا أبعد من الثورة السورية التي كانت في 2011 والثورة المسالمة. وكلما نعرف أن نظام الأسد وأنه استطاع الفرار من وقام بالعفو عن الجهاديين، عفى عن الجهاديين الذي وضعهم في السجون، حيث وصل الجهاديون لدرجة أنهم رفضوا أن يتبعوا التعليمات التي أعطيت إليهم من قبل المخابرات العسكرية السورية. ولذلك إطلاق هؤلاء الجهاديين أعطى ولادة لعدد المجموعات المسلحة في سوريا، والتي تحولت فيما بعد لأن تصبح فاعلة أكثر في الثورة المسلحة، بما في ذلك أحرار الشام، مجموعة تطورت وبشكل كبير فيما يتعلق برؤيتها الأيديولوجية عبر السنوات. لكن وبشكل واضح أنها كانت نتيجة هذه العفو الذي كان في السابق، وأيضا هم من كانوا قد مهد الطريق لجبهة النصرة وداعش. نعم، سنتحدث طبعا عن أحرار الشام وعن جبهة النصرة، لكن بما أنك ذكرت داعش، وقد يبدو سؤالي بسيطا أو ساذجا، لكن للأسف لم نعثر حتى اليوم على إجابة متكاملة أكاديمية ربما بحثية عن هل داعش حقيقة أم اختراع؟ طبعا هي حقيقة واقعة وبالتأكيد، ولكنها تغيرت وتطورت عدد من مرات عبر السنوات. داعش كمنظمة في البداية ولدت في الأردن في نهايات الثمانينات، وبعد ذلك انتقلت إلى أفغانستان في التسعينات. بعد ذلك بدأت علاقة مع القاعدة ولم تستطع إنشاء الكثير من هذه العلاقة. لكن مؤخرا في التاريخ الحديث داعش وبشكل واضح لا يمكن التساؤل عنه هي واقع
وواقع خطير للغاية، وكان هي منظمة إرهابية قد كانت وضعت في أفضل مكان لكي تستفيد من الفوضى والطائفية والعنف والوحشية الموجودة ضمن سوريا وعبر سوريا من 2011 وحتى ما بعد. وقد استفادت، استغلت هذه الفرصة واستطاعت أن تجند من كل أنحاء العالم بين 40 إلى 50 ألف مقاتل أجنبي قد دخلوا إلى سوريا والعراق وأعطوا ولادة لهذا الدولة التي تسمى الدولة الإسلامية. ولحسن الحظ هذه لم تعد موجودة كما كانت، ولكن اليوم داعش تبقى كيان واقعي حتى لو كانت تعمل من خلال أو خلف الستائر مخفية، هي أصبحت الآن تحت الأرض، لكن التمردات التي تقوم بها واقع، وفي شرق سوريا في البادية وفي دير الزور وأيضا عبر كل الحدود وأيضا عبر حدود العراق. نعم، طب كيف تصف علاقة داعش من جهة والنظام السوري نظام بشار الأسد من جهة أخرى؟ طبعا نظام بشار الأسد وحلفائه إن كان الروس، الإيرانيين، حزب الله، خاصة وأن النظام والحلفاء أيضا يقدمون أنفسهم كالبديل الوحيد المتوفر لداعش، أنا أو داعش، لكنهم في الوقت ذاته يحاربون المعارضة المعتدلة المسلحة المعتدلة طبعا أكثر بكثير مما يحاربون داعش. نعم، أعتقد أن هذا ليس بالصدفة طبعا، كما قلت سابقا فكان هنالك بشكل واضح علاقة تاريخية واضحة بين أطراف من النظام وبالذات المخابرات العسكرية وداعش، وهذه العلاقة استمرت حتى بعد 2011. طبعا هناك الكثير من النظريات المؤامرة ربما حول كيف مدى ثقة العلاقة أو قرب العلاقة بعد 2011، لكن واضح ومن دون مجال للشك بأنه لمدة طويلة من الزمن النظام فشل، أو بعبارة أخرى رفض أن يقوم بمحاربة داعش داخل سوريا، وقام بهذا لسبب واضح وهو أن داعش وأهدافها هي مقابل أهداف المعارضة السورية ومناقضة لها للثورة السورية. لذلك بمعنى فالنظام الأسد كان سعيد جدا أن يسمح لداعش أن تقيد وتخترق وتهاجم الثورة السورية، لأن هذا بالنسبة لأهداف الأسد يحققها. وحتى ربما 2016 و 2017 حيث بدأ النظام يكون لديه سبب ليكون ضد أو ينقلب ضد داعش وبالذات مع دعم الروس، ولكن حتى في ذاك الوقت النظام كان غير قادر على محاربة هذه المعركة وبالذات في البادية حيث كانت قدرات النظام على الأرض وفي الجو محدودة للغاية. إذن منذ 2011 وما بعد ذلك لم يكن النظام فعالا بشكل حقيقي في مكافحة أشباه داعش، والمجتمع الدولي يعرف هذا وبشكل واضح وبصدق. هذه واحدة من الأسباب الرئيسية التي جعلت الولايات المتحدة ما زال لديها القوات على الأرض السورية، لأننا إن كنا لنغادر فأنا أعتقد أن داعش على الأقل في شرق سوريا ستزدهر وستستفيد من هذه المغادرة. نعم، لكن الولايات المتحدة اختارت المقاتلين الأكراد لمواجهة داعش، لماذا لم تختار المعارضة السنية؟ هذه النقطة معقدة وطويلة وفيها جدل كبير، والجواب القصير عليه هو أنه كانت دفعة باتجاه من قبل الولايات المتحدة وحكومتها في ذاك الوقت للنظر ولأن تفضل الشراكة مع القوات الثورية السورية. وأنا أعرف في نفسي أن هذا كان حقيقة، لأنني رأيت بنفسي بعض الجهود لتجنيد هؤلاء في 2014، وأعرف الجنرالات من الولايات المتحدة الذي كان جزء من هذه الجهود، لكن هنا تدخلت السياسة. البيت الأبيض في ذاك الوقت مع وجود الرئيس أوباما قاموا بإنشاء تعليمات حيث أي تجنيد لأي مقاتل من الثورة السورية والذي يوافق على انضمام إلى الولايات المتحدة في حربها ضد داعش عليه بشكل واضح أن يوقع ورقة يعد فيها أنه لن يستخدم السلاح ضد النظام السوري. وليس بالمفاجأة طبعا أن هذا شرط
أثبت أنه غير شعبي بين الناس، وهذا عناء جهود التجنيد. قد أنتجت عن أقل القليل من المقاتلين، ولأكون صادق هم الأكثر فسادا والمستعدين لكي يأخذوا الدولارات الأمريكية، ولكن ليس بالضرورة يكونوا فعلا هناك من أجل الحرب الحقيقية. هذه الجهود في التجنيد فشلت بسرعة وبشكل واضح للعلن، وهذا قاد طبعا إلى وضع مباشر حيث داعش ما زالت تستمر في التوسع، وأمريكا والتحالف الدولي الذي تجمع في ذلك الوقت قالوا عندها داعش يجب أن يتم محاربتها على الأرض الآن في سوريا، يجب أن يكون لدينا مقاتلين على الأرض اليوم، والخيار الوحيد وقتها كان فقط الواي بي جي، والذين كان أساسا لديهم تعاون مع القوات الأمريكية في العراق في سنجار، ولذلك كان هذا قرار اتخذ بشكل واسع في مصلحة بسبب الوقت وليس بسبب الاستراتيجية أو بسبب أي مصالح طويلة الأمد للولايات المتحدة أو حتى لسوريا. ونحن نعرف جميعا مدى سوء ما حدث وكان له آثار سلبية على العلاقة مع تركيا ومع الثورة السورية، وقد أدى إلى عدم استقرار كثير من أطراف شمال سوريا ما بعد داعش، وأيضا كثير من التحديات التي علينا التعامل معها فقط بسبب هذا القرار. كثير منا يعرفون أن هذا كان خطأ في ذاك الوقت، ولكن لم يكن هنالك، لأكون صادقا، الكثير من الخيارات على الطاولة، وقد فعلا حاولنا أن نتعامل مع الثوار السوريين، ولكن بسبب القرار في البيت الأبيض لم نستطع. نعم، وفي سياق متصل، ما هو حجم إدراك الولايات المتحدة بشكل خاص والغرب بشكل عام للفروقات بين الجهاديين أنفسهم، بين داعش والقاعدة مثلا وأحرار الشام والكثير من التنظيمات والمجموعات الأخرى؟ الولايات المتحدة هي بلد كبير للغاية، فيها حكومة ضخمة والكثير من المصالح في كل أنحاء العالم، إذا ليس من المفاجئ أنه عبر السنوات من الأزمة السورية والثورة السورية لقد غالبا ما سمعت صانعي السياسة الأمريكيين يتذمرون حول مدى تعقد الوضع في سوريا. أنا سأصل إلى سؤالك، لكن في بدايات الأمر، في بداية الثورة، كان هناك مئات أو آلاف من المجموعات الثورية في كل سوريا. هذا بحد ذاته أعاق القدرة الأمريكية على اتخاذ قرار من ندعم ومتى ندعم وكيف ندعم. إذن وبالوصول إلى السنوات الأخيرة حيث بدأت الحرب ضد الإرهاب وأصبحت الأولوية بالنسبة للمنظور الأمريكي، لأقول لسوء الحظ، على حساب الكثير من السوريين وحياتهم، ولكن محاربة الإرهاب هي الأولوية كانت. والآن الإطار الذي قررنا العمل عليه أو قررنا فيه أي منه الإرهاب وأي لا أصبح أبيض وأسود، داعش بشكل واضح هي الأولوية القصوى وبعد ذلك أسفلها القاعدة، وهذا حيث التعقيد يبدأ بالظهور، حيث أن هنا هيئة تحرير الشام لم تعد ضمن الحكومة الأمريكية ينظر إليها رسميا على أنها مرتبطة بالقاعدة. على الورق نقول أنها مرتبطة، لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون وبعلن بشكل علني أنهم يلحظون أن هيئة تحرير الشام قد فكت ارتباطها مع القاعدة. طبعا الآن لا يوجد أولوية لدى أمريكا لمقاتلة هيئة تحرير الشام، ولكن هناك أولوية لمتابعة المحاربة للقاعدة، وهنا نرى أن المسؤولين الأمريكيين يستخدمون هذا المصطلح الميراث. إذا كنت من أن كان في القاعدة في سوريا أو أي مكان آخر من العالم فأنت ما زلت هدف محتمل لمحاربة الإرهاب الأمريكية، ولكن هيئة تحرير الشام بشكل أساسي خارج هذه القائمة اليوم. نعم، تحدثت عن الأولويات تشارلز، ما هو الفرق بين داعش والقاعدة؟ هذا سؤال جيد. أنا كمحلل أستطيع أن أقول هناك الكثير من الاختلافات. كشخص انخرط في صناعة السياسة أقول أن الفرق الأساسي هو أن داعش لا استطاعت داعش في السياق السوري أو في منطقة الشام استطاعت داعش أن تحشد المصلحة الدولية والاهتمام الدولي أكثر بكثير من أماكن أخرى والرغبة في العمل في سوريا والعراق.
رأينا التحالف العسكري الأكبر في تاريخ الحديث، 83 دولة أتت لمحاربة داعش وحدها، وهذا يعني أن صانعي السياسات سيستمرون في وضع هذه المعركة على أنها أولوية. القاعدة حركة أكثر تعقيدا دوليا بشكل أساسي، قيادتها المركزية ما زالت تؤمن بالنضال العالمي في إنشاء الإمارات الإسلامية وليس الخلافة الإسلامية، وما زالت تؤمن بأنه يجب استهداف الولايات المتحدة والغرب. ولكن عندما تنظرين إلى الأسفل كمحللة وتدققين وتجدين من هم هؤلاء المرتبطين بالقاعدة في اليمن، المغرب، سوريا، في الهند، معظم هؤلاء المرتبطين هم أكثر تركيز على المحلية، لا يفكرون في السفر بالطائرة إلى نيويورك، يفكرون في التحكم بالأراضي في البيئة المحلية حولهم وإنشاء شكل من أشكال الحكم هناك. بالنسبة لنا هذا الجهاد المحلي ليس شيء قد جذب الاهتمام صانعي السياسة في واشنطن، لندن، باريس وأي مكان آخر. وبالنسبة للوقت الراهن أعتقد أننا نفترض أن هذا حصيلة مقبولة، ليست طبعا جيدة لكنها ليست أولوية لكي نقوم بعمل لكي تتنافس مع حرب أوكرانيا مثلا أو تنافس مع الصين على القوة، وهكذا أصبحت أقل الأولويات اليوم. ولذلك القاعدة أصبحت هي أذكى طبعا في أنها استطاعت أن تخفي نفسها عن انتباه واهتمام المجتمع الدولي من خلال عمل محليا، كانت تستطيع أن تختار الذهاب عالميا في السنوات القادمة، وطبعا هذا سيعيد جذب اهتمام الدول، ولكن هذا وضعنا اليوم. نعم، هيئة تحرير الشام غيرت اسمها، فهل تغيرت؟ هل تراها أكثر اعتدالا في إدلب؟ لا أعرف إن كنت سأقول أنها أكثر اعتدالا، أعتقد أن هذه نقاشات صعب أن نقولها لأنك قد تخفي التطرف وتظهر أنك معتدلة، ولكن تحديد مدى تطرف الشخص أو لا على طيف فهذا صعب أن نقوم به. لكن أنا أدعو جبهة النصرة في 2015 كانت ذئب في الثياب الأغنام، كنت أعرف أن جبهة النصرة في ذاك الوقت تحاول أن تخترق الثورة السورية، وكانت تحاول أن تقوم بجعل عمل صداقات مع أجزاء من الثورة السورية لإقناع الثورة السورية بأنها جزء منها. وأنا أعرف وبشكل واضح أن هذا هناك كثير من التشكك في هذا في ذاك الوقت، ولكن بعض الناس صدقوهم في عام 2015 و2016، بعض الناس في الثورة دافعوا عنها، وأنا رأيت أن هذا خطوة خطيرة جدا، ورأينا نتيجة هذا اليوم حيث أن جبهة النصرة تحولت إلى فتح الشام، حيث أنها قامت بالتغيير من خلال الهجوم على مجموعات ثورية، ومن خلال عندما تطورت إلى هيئة تحرير الشام قامت بهذا مرة أخرى من خلال الهجوم على المجموعات الثورية الأخرى التي كانت جزء من الثورة. و HTS كما أقول فهي لاعب يهتم بنفسه فقط، دعوا جانبا سواء كانت معتدلة أو متطرفة. أعتقد الدقة الأكبر في وصفها اليوم هي أن هناك فرق بين دكتاتوريات مختلفة التي نراها في الشرق الأوسط، هي ليس هي منظمة مهتمة فقط بنجاتها وحدها وبقوتها وسلطتها فوق أي أحد آخر، وستقوم بكل ما هو ضروري للدفاع عن سلطتها وعن مكانتها، وهذا ما هو مكاننا في إدلب. إدلب الآن تحكمها لاعبين دكتاتوريين، وهي هيئة تحرير الشام لديها تاريخ طويل من التطرف، لكن في هذه اللحظة أولويتها فقط هو التحكم بالمنطقة والسيطرة عليها سواء احتاجوا ليقوموا لكن البعض هذا بشكل براغماتي أو متطرف لا يهم بالنسبة لهم. نعم، البعض يرى أن هذه التجربة في إدلب على مساوئها يعني تبدو معقولة، الناس عايشة في النهاية، هل توافق على ذلك؟ أعتقد أن هذا ما أقوله من منظور خارجي، وأنا لا أستطيع الحديث نيابة عن السوريين طبعا، ولن أقوم بذلك. من منظور شخص من الخارج من الصعب أن نتجاهل أن إدلب بقيت وبشكل أساسي مستقرة، مع أيضا استثناءات تتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار من قبل النظام للسنوات الأخيرة. وفي الواقع إدلب هي مكان لأطول وقف إطلاق نار مستمر تم التفاوض
التعود عليه من قبل اللاعبين خارجين في أي مكان في سوريا منذ 2011. صعب أن نتجاهل هذا، لكن في ذات الوقت إدلب تمثل 3% فقط من الأراضي السورية، وحاليا تستضيف أكثر من 20% من سكان سوريا. إذن المعاناة الإنسانية، القيود الإنسانية كبيرة هناك، والحاجات ضخمة، ولذلك نستمر في رؤية هذه المعارك في مجلس الأمن كل 6 أشهر حول المساعدات العابرة للحدود. لذلك نستمر باستماع الروس يتحدثون عن إدلب على أنها دولة إرهابية لأنها مهمة للغاية، وطبعا هذا سيعطي دوما إدلب هذا الوضع من عدم الاستقرار، ستكون دوما على حافة الفوضى بسبب أهميتها، وجزء لأنها بسبب من يتحكم بها. طبعا لا يوجد شك في أنه لو كان هنالك مجموعة مسلحة أكثر اعتدالا تتحكم بإدلب، فالروس والنظام سيكون لديهم عذر أقل في المطالبة بعنف في إدلب مما لو كانت تتحكم بها الهيئة تحرير الشام. إذن هذا عامل فيه تعقيد، لكن سمعنا المسؤولين الأمريكيين يقولون ونادرا، ولكن سمعنا هذا أنه للآن حتى مع وجود هيئة تحرير الشام، فبقي أن إدلب مستقرة أمر جيد لكل من هو مهتم بهذا الشأن، ويجب أن يبقى الوضع على ما هو. نعم، الباحث والأكاديمي الأمريكي تشارلز ليستر، شكرا جزيلا لك، ولدينا الكثير طبعا لنتحدث عنه أيضا في الجزء الثاني من هذا اللقاء الأسبوع المقبل. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، نلتقي الأسبوع المقبل إذن في الجزء الثاني من هذا اللقاء في برنامج بعيون غربية. إلى اللقاء.